مساء الخير من طرابلس الفيحاء، مرحب فيكم بتغطية مباشرة لافتتاح القاعة المقفلة للزهرة المينا بمنطقة المينا، بدء العمل إذا فينا نقول تحديدا في هذه القاعة المميزة، يلي سنة رح نشوف نادي الزهرة عم يلعب عليها ببطولة لبنان بالفوليبول. إذا نحن معكم بناء المباشر، رح نكون بمواجهة بين الشبيبة البوشرية وفريق الزهرة المينا يلي عم يلعب المباراة لأول مرة إذا بدكم رسميا 100% على أرضه، بعد ما كان عم بيلعب لفترة طويلة بمنطقة القلمون. بداية رح نكون مع النشيد الوطني اللبناني ومع زميل جورج سويدي. إذا أهلا وسهلا فيكم بهالمباراة المنتظرة البري سيزن جيم بنسميها، بين فريق الشبيبة البوشرية بطل لبنان ونادي الزهرة المينا طرابلس. بداية مع النشيد الوطني اللبناني. قبل ما تكون مع المباراة المنتظرة مباشرة على شاشة الام تي في، كلمة لرئيس نادي الزهرة المينا طرابلس استاذ عبد القادر علام الدين. واحد معالي الوزير فيصل كرامي، رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد كرة الطائرة الصديق جان همام، رؤساء الأندية الرياضية ورؤساء الجمعيات، أيها الحفل الكريم، من حق الميناء وطرابلس والشمال أن تحتفل بهذا الإنجاز الكبير. بعد 40 سنة هي المدة الزمنية ما بين الحلم الذي بدأ 1973 بأن تكون في مدينة الميناء قاعة رياضية لائقة، وأن يصبح الحلم اليوم حقيقة ملموسة. 40 سنة تعاقبت عليها حكومات ووزارات، وكانت حافلة بمحطات متعثرة عديدة، كل ذلك بانتظار إنشاء قاعة في مدينة عانت الحرمان والتسويف والإهمال. بدأت فقط إنشاء القاعة الرياضية في 73، وبعد تحديد الموقع الجغرافي صدر المرسوم بإنشاء القاعة، وكلفت وزارة الأشغال العامة مديرية المباني بالتنسيق مع بلدية الميناء. باستملاك العقارات اللازمة، ولأن أموال الوزارة لم تكن كافية فقامت البلدية باستملاكات لبعض العقارات وضمتها إلى أرض المشروع، لتكون القاعة الرياضية في الميناء أقساماً لممارسة العديد من الألعاب الرياضية، وتتسع ل1500 متفرج، ولكن بسبب الحرب توقف فيها العمل. وبعد الحرب تابعت مع زملائي في مجلس بلدية الميناء هذا الموضوع مع مختلف الوزارات المعنية لاستكمال المشروع، حيث زغنا كل الوزراء المعنيين المتعاقبين، وكلهم كانوا يتقدمون لنا بالوعود بلا جدوى. وما كانت هذه القاعة لتبصر النور أخيراً لولا همة وزير شاب أراد أن يقول كلمة وازنة في طرابلس عبر إنهاء هذه القاعة. عنيت به الوزير الصديق فيصل كرامي.
إذ أن وجوده وزيراً للشباب والرياضة في عهد حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب مئاتي، تمكنا معاً من وضع المشروع على الطريق الصحيح وأبديا استعداداً لإكمال بناء القاعة وتجهيزها، وأنجز البناء وصارت عندنا قاعة رياضية مجهزة متكاملة. إننا ندعوكم يا معالي الوزير إلى استكمال البناء الرياضي، فقد انتهت هذه القاعة، ولكن الأندية الرياضية بحاجة إلى مساعدة الوزارة ومساعدة البلديات والمشجعين، فالرياضة مكلفة لأن بناء الإنسان مكلف، ونحن معاً سنعلي شأن الرياضة لهذه المدينة. شكراً لسعيكم إعلاء شأن الرياضة ودعم الرياضيين والإظهار الصورة الحضارية لطرابلس والميناء، فصحيح أنها قاعة رياضية ولكنها ستكون ملتقى للرياضيين والمفكرين والمثقفين، فهذه القاعة تستطيع أن تستقطب ألواناً مختلفة بالإضافة إلى النشاطات الرياضية والثقافية مثل المعارض الفنية والندوات والمؤتمرات. لقد أصبحت هذه القاعة مؤهلة لهذه النشاطات، وهي المقر الأساسي لنادي الزهراء الرياضي في البطولات اللبنانية والعربية. ولا بد من إجراء الخطوة التالية، وهي تعيين مجلس إدارة وتأمين الاعتمادات اللازمة للتشغيل والصيانة كي لا يصيبها بعد عدة سنوات ما أصاب الملعب الأولمبي. لذا نأمل من حضراتكم أن تلحظوا في تكوين مجلس إدارة لهذه القاعة مجموعة متنورة من أبناء المدينة، ولتكون هذه القاعة كما تريدونها وتفكرون في رسالتها مشروع نهضوي يقود المجتمع المحلي إلى معرج الفكر والعطاء. شكراً للصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، وشكر خاص لتلفزيون الام تي في لأقله هذه المباراة وغيرها من النشاطات في هذه القاعة وفي كل طرابلس والشمال. شكراً للأجهزة الأمنية، عشتم وعاش لبنان. أما هلأ فصار وقت نعرفكم على الفريقين يلي رح يكونوا أكيد ببطولة لبنان للفوليبول اللي رح تنطلق بأوائل الشهر القادم، متوقع تكون بطولة نارية. البداية مع الفريق الضيف، فريق الشبيبة البوشرية وصيف بطل العرب، وبداية فادي مردان، نادر فارس، نادر المنضم حديثا إلى الفريق، روني ضو، جاد نصر، محمد الحاج، عمر عبد الأحد، جون أبو جودة، اللاعب البرازيلي وينسن بيريرا، وزير بعد 3 دقايق، باتريك رادي، إلي أبو جودة، موسى مارون، ميلاد نخلي، وكابتن الفريق الياس معوض، وأكيد مدرب الفريق مولير أبرسي. نوصل لفريق الزهرة البينا طرابلس يلي وصل لنهائي بطولة لبنان بالموسم الماضي وكان ممتاز جدا طوال المباريات، والبداية راح تكون مع لؤي الشريف كابتن الفريق، رامي عيسى، اللاعب الفنزويلي جوناثان باريتا، عمر قماح، غازي فنج، جميل عبيد، ارتور سايق، اللاعب الفنزويلي جوزي كاراسكو، ادم خوري، وجدي عون، محمد حفار، فراس الحلو، كريستيان عصاف، وعمر صابوني. الجهاز الفني بقيادة الكوتش سيمو عطلة، مساعد مدرب إلي دبس،
ايضا زياد حصري بالجهاز الفني وخالد شخاتيرو كمبرر لبدني. وحكام المباراة الحكام الدوليين حنا الزيلع ومصطفى جراد. العودة اكيد لمتابعة المباراة المنتظرة بين البوشرية والزهرة من طرابلس. فإذن بعد ما كنا مع تقديم الفريقين يلي رح بيشاركوا بهذه المباراة، فريق زهر المينا يلي عم بيستضيف المباراة على أرضه بطرابلس المينا، رح نكون وفريق شبيب البوشرية يلي مثل ما كنا عم نقول وصيف العرب. قبل ما نكون مع بداية هذه المباراة رح نكون بمقابلة مع معالي الوزير فيصل كرامة. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم بطرابلس. أستاذ فيصل، عم نشوف أرمن مكتوب عليها وعدت وفيت. نعم. خبرنا اليوم قد ايه أخذت وقت وجهد هذه القاعة المكفلة؟ يعني طبعا مثل ما كل طرابلسية بيعرفوا بس اللبنانية ما بيعرفوا إنه هيدي القاعة لهم أهل طرابلس مواطنين فيها 40 سنة. وإجت حكومات ووزارات متعاقبة ولم تنجز هذه القاعة. جئنا نحن فوعدنا في أول إطلالة لنا في مدينة الميناء بتنفيذ هذه القاعة، والحمد لله استطعنا من خلال دعم حقيقي داخل مجلس الوزراء انه ننفذ هذه القاعة بمواصفات دولية. يعني مثل ما عم تشوفوا اليوم انه فعلا مواصفات دولية، ونحن بنقول انه صراحة المينا بتستاهل وطرابلس بتستاهل، وان شاء الله الى مزيد من المشاريع ونستطيع انه ننصف مدينتنا اللي حقيقة بحاجة الى مشاريع تنقلها بالجو اللي هي عايشة فيه من الحزن والمشاكل الى جو من الفرح. مثل ما عم تشوفوا يعني اليوم نحن عم نستقبلكم، نستقبل الام تي في، نستقبل الجمهور اللبناني من خلالكم بطرابلس بظرف صعب، ولكن الحقيقه انه اهل المدينه هن اوادم، وهيدول اللي عم نشوفهم اليوم هي الاكثريه الصامته اللي بدها تعيش، بدها السلام، بدها دوله تعود الى المدينه، وطرابلس مدينة قابلة للحياة، فإن شاء الله نستطيع أنه ننجز مزيد من المشاريع. معالي الوزير، شو بتوقع كرياضي اليوم أنت؟ الفرق الرياضية الموجودة بالمنطقة اليوم عنا بالباسكت فريق قوي، بالفوليبول فريق قوي، وأنت الرياضي المميز أيضا، شو بتوعد الشباب طرابلس اليوم بقاعات أخرى، بدعم مادي، بأندية جديدة؟ يعني قاعات أخرى طبعا، طرابلس مدينة فيها 500 ألف شخص نسمة، فهي بحاجة إلى قاعات أكثر، ولكن أنا صراحة شخصيا ما بقدر أقعد بظل حكومة مستقيلة. أنا بوعد أنه إن شاء الله بالقريب العاجل سنطالب مع المطالبين بإنشاء مزيد من القاعات. هلأ بالنسبة للأندية، حقيقة أنا عملت جاهدا بوزارة الشباب والرياضة لإنصاف كل الأندية الشمالية، وهذه القاعة منا بس لأهل طرابلس، هي لكل أهل الشمال، لأنه طرابلس هي عاصمة الشمال وهي العاصمة الثانية. فنحن نطالب كل أهل الشمال بأنه يستعملوا أيدي القاعة ويجوا على طرابلس وينزلوا على طرابلس، وهي وسيلة لنا لحتى نرجع نتواصل مع المناطق اللي إلى فترة انقطعت عنا بسبب الأحداث. فنحن بمهمتنا طالما مستمرين بوزارة الشباب والرياضة هي دعم، وإن شاء الله نشوفك أيضا بالوزارة الجديدة أيضا سيدي. إن شاء الله يصير وزارة جديدة، ومش مهم يعني نحن آخر شيء جزء من هالدولة، فالمهم تتألف وزارة جديدة ويرجع ينهض لبنان، ونحن بخدمة لبنان وين ما منكون. شكرا معالي الوزير. أهلا وسهلا فيكم بطرابلس، وشكرا لاستضافتكم لنا اليوم حلو بطرابلس. لمرة يعني دائما نستضيفكم بظروف مش منيحة صعبة، صح؟ فهلا الحمد لله، بس اذا الله راد رح نضل نجي لهون لبطوله لبنان بالفوليبول يلي رح نشوفها على الاتيلي دائما. شكرا لك معالي الوزير. شكرا. فاذن لمعالي الوزير فيصل كرامه، لحظات قليله ومنكم مع انطلاقه المباراه بين الفريقين، الفريق المتني والفريق الطرابلسي. اذا جورج رح نكون نحن وياك بانطلاقه هذه المواجهه. نعم. يلي رح نتابعها بين فريقين، فريق الشبيب البوشرية اللي شفناه عم بيخوض مواجهات قوية هذه السنة ببطولة لبنان، سقط بالدورة النصف نهائي، إلا أنه الموسم ما كان عاطل، لأنه بما أنه احتل مركز الوصافة ببطولة العربية اللي كانت ببطولة الأندية العربية اللي كانت عم تصير ببيروت. صحيح نجيب، واليوم يعني فينا نعتبر مباراة هي افتتاح موسم الفوليبول
بمواجهه كثير حلوه رح تصير بين اثنين من ابرز الفرق ببطوله لبنان، واكيد بالقاعه الجديده اللي حكينا عنها كثير وحكيت عنها اكيد مع معالي الوزير، قاعه كثير حلوه وكثير حديثه. وعم نشوف هون حكم المباراه الدولي حنا الزيله، حكم دولي هو حكم اساسي، اضافه للحكم الثاني مصطفى جراد. انطلقت المباراه باول طابع واول نقطه لفريق الزهره يلي متابعه اليوم جمهور كثير كثير كبير بالملعب. اذا المواجهه للاسف يمكن المشاهدين على عبر الام تي في ما راح يميزوا كثير منيح بين فريقين، فريق الزهره باللباس الاصفر والشورت الاسود، نعم، بالوقت يلي فريق الشبيب البوشريه هو باللباس الكامل الاصفر. اوه كبسه هون للاعب البرازيلي بفريق البوشريه وينسان بيريرا، لكن حائط الصد كان ممتاز بوجهه. وثاني نقطة على التوالي لفريق الزهره اللي مبلش مباراة كثير مهمة. الزهره فايز على ارضه اليوم، بده يلعب بشكل ممتاز، بده يجرب يعمل انتصار له يكون هيك بادرة جيدة قبل انطلاقة الموسم. بدي اذكر ايضا انه فريق بعتقد فريق المينا رح بيمثل لبنان ببطولة الأندية العربية اللي رح بتصير بتونس من بعد اعتذار نادي الأنوار بطل لبنان من المشاركة، بما أنه الوصيف هذه السنة كان فريق زهرة المينا فهو اللي رح بيمثل لبنان. بكل حال نجيب فريق الزهرة فريق ممتاز وعنده عناصر محلية وأجنبية من طراز العالي ورح يكون خير ممثل للفوليبول اللبناني بهالبطولة. 3-1 صارت نتيجة هون بعد هالكرة لأرتور الزيك اللاعب البرازيلي اللبناني اللي شفناه كمان مع المنتخب اللبناني ببطولة آسيا الأخيرة اللي أحرز فيها لبنان ولأول مرة المركز الثامن وتأهل تلقائيا إلى البطولة القادمة. وهون إرسال بالشباك، هيدي العقدة اللبنانية اللي كنا بالبطولة الأمم الآسيوية ال 17 عم نواجهها دائما مع المنتخب اللبناني، مشكلة الإرسال، إن شاء الله السنة ببطولة لبنان شباب يلاقوا حل لهالمشكلة وإلا العملية رح بتكون صعبة على الجميع. وهون أيضا لابد من الإشارة جورج إنه هيدي أول احتكاك اللي كنا عم نتابعها عبر الإم تي في، وأيضا بطولة الكرة الشاطئية العربية اللي أيضا كان عم بيشارك فيها لبنان والإم تي في كانت موجودة مع المنتخب اللبناني بقطر. هون اللاعب البرازيلي لفريق البوشرية عم نشوفه عم ينجح بأنه يعطي نقطة لفريقه اللاعب وينسن فريرا. اليوم فريق البوشرية عم بيلعب بأجنبي واحد هو فريرا. وينسن على الإرسال جامب سيرف بالشبك 5-3. هو عضو منتخب لبنان أيضا. عم نرجع نشوف الارسال مع فريق زهرة متقدم 5-3 وهون استقبال مكان كثير منيح لؤي الشريف. على كل حال زهرة السنة محسن حاله بشكل ممتاز اقله اذا فينا نقول البنية الجسدية، الفريق حاضر جسديا للمشاركة السنة بالبطولة وهذا ظاهر للشباب. صحيح نجيب، يعني عم بيشتغلوا كمان على اللياقه البدنيه وعلى يعني الكونديسيون مع المدرب خالد شخاتيرو اللي دائما عم بيكون مرافق الفريق وعم بيكون ضمن الجهاز الفني، موجود اليوم كمان على ارض الملعب مع جوناثان باريتا وخوسي كاراسكو. كاراسكو كان عم بيقوم بالكبسه الاخيره لفريق الزهره وعم بزيد تقدم فريقه ل 7-4. وهون الزهره عم بيستعد للوصول لاول وقت مستقطع بلوك جيد بخلصها هون ارتور روني داو. برافو. واو كمان بلوك بوجهه لنادر فارس، نادر اللي اول موسم له عم بيكون اول حضور له هالموسم عم بيشوفه مع البوشيه من بعد ما كان عنده شويه مشاكل مع فريق الانوار، ما كان عم بيلعب بشكل ممتاز وايضا كان عنده اصابات الموسم الماضي. اذا نحن رح نتوقف جورجي اول مره مع وقت مستقطع، رح نكون مع اول بريك بنقلنا المباشر ومن بعدها نرجع معكم مباشرة من طرابلس بافتتاح القاعة المقفلة الرياضية بمنطقة المينا.
رجعنا معكم بنقلنا المباشر من طرابلس الشبيبة البوشرية 7 الزهرة المينا طرابلس 10 بهالمباراة يلي عم تبعها المباراة إذا بدكم التوطئة لانطلاق البطولة اللبنانية اللي رح تبلش مع انطلاقة السنة الجديدة. وهون نقطة إضافية كمان لفريق الزهرة نجيب بعد هالإرسال من نادر فارس خارج الملعب. بتعود الكرة لأرتور الزايك اللي عبر عم 7 بصفوف فريق الزهرة. وهون الحظ بيلعب دوره بهالكرة، الكرة بالشبك مباشرة بملعب نادي البوشري 12-7. رائع جدا، حلو كثير. الفارق عم بيكبر 13-7. تايم اوت. حلو كثير هالشغله 13-7 وارسال جيد بعكس الارسالات اللي كنا عم نشوف البعض منها من الشباب في هذه المواجهه. ودائما نجيب كل مدرب يعمل الاستراتيجيه ذاتها لما يكون اللاعب الخصم موفق بالارسال بيطلب تايم اوت، سيطلعوا شوي من اجواء المباريات ومن تركيزه العالي على عمليه الارسال. وهذا الشيء اللي عمله هون مدرب فريق البوشريه موليان اوبرسي، عم بيحاول يطلع فريق الزهره وخاصه ارتور الزايك من اجواء التقدم الكبير مع الارسالين الناجحين للاعب رقم 7. وزايك كمان يلي يعتبر من ابرز لاعبي منتخب لبنان يلي كان عم يشارك بالبطوله الاخيره بدبي، عم بيكون لاعب حاضر، بس يلي فينا نقوله انه زاهر عم بيكون حاضر لانطلاقه الموسم. ايضا فريق البوشريه يمكن شوي بده وقت اكثر لانه عنده لعيب جديد، عم نشوف وجوه جديده بنادي الشبيبه البوشريه. طب بخلصها هون اللاعب الفنزويلي جوزي كاراسكو، كمان حلوة بعدها جوا لكن قطع اللاين. الحكم عم بيقول الكرة لفريق البوشرية. حنا زايلة على الحكم الرئيسي ومصطفى جراد الحكم المساعد بهالمباراة. هالثنائي نجيب الحكام كنا شفناه هون عم بيحكموا نهائي بطولة لبنان بالموسم الماضي بين الأنوار وفريق الزهرة. جوناثان باريتا فعلا لاعب مميز رح نتابعه ببطولة لبنان بهالموسم. عم نشوف الإعادة هون، هالكبسة الصاروخية، الجمهور واعد هالموسم بالفوليبول وتحديدا بنادي الزهرة. وهون كبسة برازيلية ما بتنرد. عم بيعوضوا شوي فريق الشبيبة. طابة مع لاعب البوشرية بيريرا وارسال جيد بس بيطلع خارج الملعب. الزهرة عم يقترب شوي شوي من نهاية المجموعة، صار 15-9 تقدم من بعد أول وقت مسقطة فني. هون عم نشوفه أيضا عم يتقدم لهلا، كمان هون كبسة كثير خفيفة كانت من عمر عبد الأحد اللاعب رقم 8 بفريق البوشرية. هون عم نشوف مواجهة ثانية إذا بدك بين آدم خوري و الحاج بنادي الشبيبة البوشرية، بيلعبوا بذات الموقع ان كان ببطولة لبنان وان كان هون، وبالتالي عم نشوف هيك في مس ماتش اذا بدك او اذا بدك مواجهة داخلية بيناتهم بين هاللاعبين على ارض الملعب. كمان وقت مسقطع ثاني، كمان التقدم لفريق الزهرة. هالمرة تكنيكال تايم اوت على النقطة رقم 16. الفريقين اليوم يعني بالثياب الصفر، يعني اذا المشاهدين بنرجع بنذكر عم يضيعوا بالالوان. الفريق اللي عم بيلعب بالثياب الصفراء الكامله هو فريق الشبيبة البوشرية، والفريق اللي عم بيلعب بالثياب السوداء والصفراء هو نادي الزهرة المينا طرابلس. والارسال بعده مع فريق الزهرة.
مع باريتو. هون الحاج بيتخطى الحاجز وبيسجل نقطة. يعني محمد الحاج واحد من أهم اللاعبين المحليين بفريق البوشرية، والاتكال كبير عليه بالهجوم خاصة. كرة لعمر عبد الأحد يلي بالطبع في عنده قرابة مع إلي عبد الأحد عضو الاتحاد اللبناني. حلوة كتير يا عدم، كبسة خطف من عدم الخوري كمان هون. يعني إذا بنشوف عدم الخوري وبقية اللاعبين بفريق الزهرة هجوميا عم بيكونوا متألقين جدا اليوم. وهون لؤي الشريف أرتور، برافو، كمان طابة حلوة من فريق الزهرة يلي بيرفع تقدمه ل 18-10. على كل حال لابد من الإشارة لأنه فريق الشبيب الوشي عم بيلعب بأجنبي واحد، يعني فريقه بعد ما اكتمل لانطلاقة بطولة لبنان. وكمان البوشرية دائما بيعوضنا ببداية شوي بطيئة وبيوصل بعدين للمراحل النهائية بصورة مغيرة. هيدي خبرة الإدارة عنده. اوه برافو، ما معقول هالطابة شو حلوة. البلوك جيد عند الزهرة. بعدها جوا، بعدها جوا. أطول طابة وأجمل طابة. اوه آدم الخوري. حلوة من آدم. تزيد 19-10. آدم خوري الرقم 10. يلي اليوم عم ورجينا لاعب ممتاز بهالمباراة. وهون نجيب في شغلة كثير مميزة بالقاعة. في السكرين الموجودة إلى جانب السكور بورد. بيقدروا كل المتفرجين بالقاعة يتابعوا الريبلاي اللي راح يعرضها اليوم زميلنا ريشار سلوم المخرج. على المخرج مجاله تحية لكل المشاهدين بالملعب، بيقدروا يشوفوا كل اللقطات بالإعادة على السكرين الحلوة الموجودة بهالقاعة الحديثة بمنطقة لبنان بطرابلس. مباراة كبيرة عم نتابعها فازان بين الزهرة والشبيب البوشرية، تعطينا فكرة عن المستوى العالي اليوم يلي رح نشوفه ببطولة لبنان، لأنه الاتحاد اللبناني تحت إشراف رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيسه جان همام شغلوا كثير منيح على المنتخب، العناصر الجيدة بالمنتخب يلي صار لها 6 شهور كانت مضبوطة وعم تشتغل بشكل ممتاز، عم نشوف أداء اليوم على أرض الملعب إن كان عند البوشرية وإن كان بفريق الزهرة البينا. علي علي مستوى اللعبة بآخر سنتين ثلاثة، وهذا الشيء صار واضح خلال المباريات. كمان هون بلوك ترابلسي كثير قوي بوجهه لروني داو. لروني لؤي الشريف. موسى لاعب ليبرو اللي دخل على ارض الملعب بفريق البوشرية، وكمان البلوك هالمره مؤلف من ادم خوري وارتور الزي. بعتقد عنده شغل موليير وبرسي بالبريك، عنده تغيير خطط وعنده حوافز جديده لفريقه بده يقدمها خلال الوقت المستقطع مع نهايه الشوط الاول. النتيجه 21-10، سيطره واضحه اذا فينا نقول للفريق الطرابلسي. يلي برجع بذكر هو يلي رح بيمثل لبنان ببطولة الأندية العربية، بالطبع رح بيكون في عنده ضم لبعض اللاعبين من فرق أخرى تيكون فريق منافس على المراكز الأولى. وهذا نادر، نادر فارس الرقم 6 يلي عم نشوفه اليوم بحلة جديدة، انتقل من فريق الأنوار الجديدة لفريق الشبيبة البوشرية. ارسال خارج الملعب. ودوبل سكور صرنا 11-22 او 22-11 بانه الارسال عم بيكون مع نادي الزهره وتحديدا مع ادم. وكمان نقطة جديدة. خلص المجموعة الأولى انتهت مبدئيا. نادي يعني الزهرة عم توصل لخواتمها.
السعيدة بالنسبة لنادي الزهرة 23-11، نتيجة فعلا ممتازة. يمكن الزهرة هو من الفرق القليلة اللي صارت حاضرة من بداية الموسم أو حتى قبل بداية الموسم الفعلية. أوه هون كمان يعني سوء تنسيق كبير بين لاعبي البوشرية على استلام الكرة. 24-11. بما انه نحن بطرابلس ايضا بدنا نشكر جورج قصر الحلو، قصر الحلاب يلي قام ضيافتنا اليوم بمنطقه طرابلس، بدنا نوجه له الف تحيه، وايضا تحيه كبيره لمعالي الوزير ولكل الشباب يلي احتضنونا، استاذ ياسر عبوشه وكل الشباب يلي عم يحتضنوا فريق عمل الام تي في والام تي في خاصه بمنطقه طرابلس. نحن ايضا رح نتوقف مع بريك قصير مع نهاية المجموعة الأولى من المباراة يلي عم تنتهي بفارق كبير 14 نقطة 25-11. بريك ونرجع معكم مباشرة من المينا بطرابلس. فريقين بيرجعوا على أرض الملعب، الجمهور ما عم بيوقف هتاف لفريقه المفضل. هون اللاعب الفنزويلي خوسي كاراسكو. طب ما بتتخلص، والبوشرية بيربح اول نقطة من بعد هالوقت المستقطع الفني. فادي بردان. بدنا نرحب ايضا بالاستاذ اسعد النخل نائب رئيس الاتحاد الموجود معنا اليوم، ومفاوضات جانبيه وحديث جانبي بينه وبين استاذ جان همام رئيس اللجنه الاولمبيه اللبنانيه، اكيد حديث له علاقه بالفولي بول بطبيعه الحال، ولكن ايضا بالمعركه يلي رح نشوفها بكره. للاسف الشديد هذه المعارك الدونكيشوتيه اللي انا بسميها وبعدني مصر عليها اليوم وبكره وبعد بكره، يلي ما لها عازه ابدا برياضه كره السله. ورح نتابع تفاصيلها اكيد على الام تي في مثل العاده نجيب، بكره تابعنا كل شيء عم يصير بعالم كره السله، ان كان بانتخابات نادي الحكمه وحتى بعمليه انتخابات اتحاد كره السله قبل المقابلات وحتى بنقل المباشر. يعني الزهرة عم يقدر إذا بدك يمتص فورة البوشرية وقت عم بحسه عم يتقدم عم يرجع يلعب بشكل أفضل. واو حلوة كثير كانت من البوشرية بس لا كان في لمسة. طابة بتصور لفريق الزهرة. خمسة عشر الفارق والسل لرامي عيسى. طابة من تحت ونقطة فائزة للبوشرية 11-15. جاد نصر. الطابة ما بتنلعب، بيكون توقيف لها قبل ما تتكفى في أرضية الملعب. ميلة الزهرة منا كثير ناشفة. الأرضية جيدة، باركيه جيد. يعني ملعب اليوم إذا بدك بيذكرني شوي بالقاعة المقفلة بقاعة الشيخ بيير جميل بالمدينة الرياضية مدينة كمي شمعون. هون كمان عم نكون بقاعة الشيخ رفيق الحريري. لانه بتشوف بنفس المستوى يعني مع الجمهور، ما في فاصل بينهم. واوفال الملعب هيدا السيستم الجديد. 15-11، فاذا كنا عم نحكي جورج عن الفولي بول، عن انطلاقه الموسم وعن الباسكت بول وعن المعركه اللي رح نتابعها بكره، يعني بعد ما خلصنا من معركه الحكمه اللي بعد ما انحلت قصته نهائيا عم نكون بمعركه اخرى، وان شاء الله ما يكون في ارتدادات لها بكره ومن بعدها يكون في هيك دعاوى قضائيه. طابة خارج الملعب. عم بيطالبوا بتاتش بلوك ولكن لا ما كان في تاتش بلوك.
البوشرية، فإذا ما بيقدر يقلص الفارق. النتيجة 16-11 لفريق الشبيبة البوشرية، لفريق الزهرة بمواجهة الشبيبة البوشرية. المجموعة الثانية من المباراة، موليير هون أكيد عنده كثير أمور بده يقولها للاعبينه، وهيدا راح تكون مثل بروفا مهمة قبل انطلاق بطولة لبنان لينحط نقاط الضعف الفريق. فإذا نحن قبل ما نتابع المباراة بدنا نتوقف مع بريك قصير ونرجع معكم مباشرة من منطقة الميناء بطرابلس. رجعنا معكم مباشرة من الميناء. جورج، كنت عم بتقول لي كلمة تحت الهواء إنه فريق الزهرة اليوم عم يلعب تجيب بطولة، وهيدا اللعب اللي عم نشوفه منه لعب فقط كافتتاح موسم، هو لاعب ممتاز لموسم رح بيلعبه ببطولة لبنان. هذا الموسم بطولة لبنان XXL إذا أراد. صحيح، يعني مثل ما مبين عم بفرجينا صورة فريق الزهرة كثير قوية، جهاز فني كامل، لاعبين بمستوى كثير عالي، لياقة بدنية ممتازة على أرض الملعب. عن جد فريق كامل متكامل من بداية السيزون، بس هيك مبلشين كيف بعدين؟ يعني واحد مثل ما عم نقول ببلش شوي بطيء يوصل بعدين لمرحلة متقدمة، فريق الزهرة بلش من الأول بطريقة يعني ممتازة. تحت إدارة سيمو عطلة الفريق عم بيلعب بشكل ممتاز، عم نشوف أوقات مستقطعة عديدة من البوشرية وحتى من سيمو، عم بيعمل هيك تظبيطات بالفريق تما يكون في أي نقطة ضعف بأدائه، وأيضا عم بجرب موليير المستحيل تا يحمس فريقه تا يرجع يلعب. بنرجع بذكركم انه البوشري اليوم عم بيكون في خلطة جديدة، خلطة ممتازة اكيد رح تعطي مفعول وتأثيرها بعد فترة قصيرة من هلا. جات نصر هون، طبي بخلصها لؤي، مش لوقت كثير، 15-20 فادي بردان. نذكر الموسم كمان فريق البوشريه خسر لاعب مهم هو الاء سعاده اللي انتقل لفريق تنورين. تنورين ايضا رح بيكون فريق جاهز، رح بيلعب على ارض فريق غزير هالموسم. نادر منه حاضر بعد، انا مثل ما شفنا هلا انه نادر منه كثير جاهز للمواجهه، بعد بده فترة يصير حاضر مع فريق الشبيبة البوشرية. ست نقاط. وارتور الزيك اللاعب المغترب اللي عم نستفيد كثير منه بلبنان، مش بس على صعيد بطولة لبنان بل على صعيد المنتخب الوطني ايضا. أوه. وكمان بارسالاته الرائعه اردور عم بيزيد الفارق 22-15. الهوى السنه رح بيكون هوى شمالي بامتياز، مش بس بالتنس انما لايقه برياضه الفولي بول. يعني مش بس بالفولي نجيب، فريق المتحد بالباسكت كمان فريق ممتاز بهالموسم، وراح يتشارك بتصور ملعب مع نادي الزهره. شفنا هالاسبوع ايضا، ان شاء الله يكون في باسكت على كل حال. شو منك مطمن؟ ما بعرف، ما عندي راي بالموضوع، بس نتمنى انه يكون في باسكت. على كل حال كنا عم نشوف المرشحين على ام تي في بهالاسبوع. بالطبع اساس بيير كاخيا واساس وليد نصار. وهون نقطة جديدة، الزهرة عم يقترب من انهاء المجموعة الثانية بعد ما كان ربح ايضا المجموعة الأولى بنتيجة 25-11. دائما على ارساله لارتور. ارتور عامل سريع هلا، ثلاث نقاط ورا بعضهم. بدنا نشوف إذا راح يكمل هالسريع وينهي المجموعة. فعلا خلص هون يا موسى. داخل الملعب حلوة، داخل حلوة الملعب. من البوشرية لعبوها بشكل ممتاز الطابة.
نادر فارس. لؤي كمان بلوك ممتاز. برافو. حلو كمان من فريق الشبيبة. الشبيبة بيربح نقطة. عم بيوقع مأخر بهالمجموعة الثانية. 17-24. وكمان كمان نقطة جديدة. 18-24. ثلاث نقاط على الطويلة لفريق الشبيبة البوشرية. دغري هون سيمون عم يطالب بوقت مسقطة. وشغلة حلوة من نادر هي سمعنا انه منه حاضر فالجواب عم يكون منه سريع على ارض الملعب. اكس اكس ال عم يكون مع فريق الشبيبة البوشرية وبدنا نوجه له تحية لصديقنا ميشيل بيرميا الفا ايضا. سيزار باخوس رئيس نادي الشبيبة البوشرية. مسيو الزيحة بالإضافة لرئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية. وهون عم نشوف الحكم الرئيسي حنا الزيلع ووراه عم نشوف قسم من الجمهور جمهور نادي الزهرة. نشوف إذا راح تكون الكرة الأخيرة بهالمجموعة الثانية ولا راح يتابع البوشرية الكامباك الحلوة اللي عم يعملها بالدقائق الأخيرة. طابة هون كمان 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 نقطة إضافية للبوشرية. 19-24. أربع نقاط ورا بعض للبوشرية يلي عم بينذر نادي الزهرة إنه المجموعة الثالثة ما رح بتكون هينة أبدا. كمان هون خطأ خطأ بالتمركز رح يعطي نقطة إضافية لنادي الزهرة البوشرية. خمس نقاط على التوالي. خطأ بتمركز اللاعبين هون هون عم بلوموا شوي الكوتش سيمون للاعبو الفنزويلي خوسيه كاراسكو. وزيك بحديث بالإسباني هو واللاعب الفنزويلي أخذوا التايم أوت بس يروق لعيبته سيمون لأنه البوشرية فات بشكل ممتاز بأواخر المجموعة. ما حدا كان متوقع منه بهالوقت بالذات أنه يرجع صح. بس عم يرجع عم بيلعب بشكل ممتاز. 20-24 يعني نقطة وبنبلش نفكر أنه الشبيبة ممكن يرجع يربح المجموعة. وهي 25-20 تنتهي المجموعة الثانية لصالح الزهرة يلي عم بصير متقدم 2-0 بهالمباراة. إذا 2-0 مثل ما عم بتقول جورج الزهرة عم يتقدم على الشبيبة البوشرية. نحن رح نتوقف مع بريك بنرجع من بعده للمجموعة الثالثة بهالمباراة القصة العرضية المنقولة مباشرة ببدء من خلال الاحتفالات الأسبوع ببدء العمل بالقاعة المقفلة بالمينا بطرابلس. رجعنا معكم مباشرة من طرابلس. قبل ما نتابع المباراة ومثل ما وعدتكم رح نكون بمقابلة مع أستاذ جان همام رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية. أستاذ جان وقت تشوف إنه اليوم عم نشوف قاعة رياضية جديدة مقفلة عم بيتم افتتاحها بخدمة الشباب اللبناني، شو أول فكرة بتجي على فكرك؟ يعني أنا بدي أقول نجيب إنه مبروك لطرابلس مبروك للمينا هالقاعة جديدة بعد 40 سنة. وشكر كثير 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 كبير لمعالي الوزير فيصل عمر كرامي لهالإنجاز اللي حققه بعهده كوزير للشباب والرياضة. الحقيقة أهل طرابلس وأهل المينا بيستحقوا هالقاعة
لانه هن من زمان طواقين انه الانديه انه تشوف جمهورها كله موجود بقاعه كبيره وبتساعد. ويمكن جمهور الطرابلسي وجمهور المينا الجمهور الحلو يمكن بده قاعه اكبر من هيك وان شاء الله لقدام. مبروك لطرابلس ومبروك للمينا وشكرا لمعالي معالي الوزير فيصل كرامي على هالانجاز الحلو حقيقه. وايضا معالي الوزير عم يشتغل على المسبح الاولمبي المقفل بمنطقه دبي النقاش. يعني هيدي انجازات كبيره بعهدك وبعهده. انجازات كبيره بعهد معالي يشكر. يعني ما عم يهدى معالي الوزير كيف على كل الاصعده يعطيه الف عافيه. استاذ جان اليوم الحديث الابرز بالطبع عن فوليبول. عم شوف الفريقين عم بيكونوا مستعدين، برايك انت الموسم رح بيكون واعد برياضه الفوليبول؟ الموسم رائع، رح يبلش بثلاث شهر ان شاء الله نهار الجمعه ابتداء البطوله. الفرق كلها عم بتحضر حالها، المستويات متقاربه جدا ورح يكون موسم رائع جدا 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 ان كان بالمراحل الاوليه ولا بالمراحل النهائيه. وعندنا كمان المشاركه ببطوله الانديه العربيه مع فريق الزهره يلي انا رح واكبه شخصيا كمان على تونس، وبنقعد الجمهور اللبناني مثل ما البوشريه عمل وصيف البطل، الزهره ان شاء الله السنه بيعمل مينيموم وصيف البطل وان شاء الله بطل ان شاء الله بتونس. اذا الله راد. طب خبرنا شوي عن معركه الباسكتبول. يبدو انه النداءات المتكرره يلي وجهتها عبر الام تي في او عبر رسائل خاصه للتفاهم والتوافق على لائحة ما أدت إلى أي نتيجة. وين واصلين بكرة السجام؟ يعني خلينا ما نعظم الأمور وما نعملها دراما. بالآخر في تنافس رياضي وهذا حق مشروع لكل الناس. نحن نظراً للظروف اللي مرقت فيها اللعبة حاولنا أنه ما نوصل للتنافس الرياضي، لأنه نحن ببلادنا الشرقيين الخاسر والرابح بتترك عندهم اثر معين نتيجه الانتخابات، حاولنا ما نوصل لها، هلا وصلنا لها منا دراما، في تنافس بين لائحتين على كل الانديه اللي عم بيسمعوني بينزلوا وبصوتوا وبيكونوا فرحانين بهالانتخابات لانه هيدا تنافس ديمقراطي وصحتين اقل بيربح، لائحتين بيستاهلوا الربح، لائحتين بيستاهلوا قياده هذا الاتحاد، نحن رح نكون موجودين معهم وان شاء الله بيكون بكره تنافس رياضي وصحتنا اللي بيربح. استاذ جامل انا اطمن منك على موضوع معين، هل انه المعركه اذا انتهت هل رح نبلش نشتغل على الخارطه الطريق اللي وضعتها من اجل الغاء الحظر اذا بدك على المشاركات العربيه يعني الدوليه للبنان؟ قدمنا كثير بهالموضوع ومعالي الوزير اشتغل عليه كثير باتصالاته وقت اللي كان بقطر، وكمان امين عام الاتحاد الاسيوي السيد غوكا شريان عم يشتغل على الموضوع، وان شاء الله يكون قريبا باوائل السنه يكون في رفع الحظر والانديه اللبنانيه والمنتخبات تقدر بتشارك خارجيا. شكرا فائزا لاستاذ جان همام، رح بنكون على موعد مع بطوله لبنان وان شاء الله ايضا اكس اكس ال السنه مع صديقنا الكبير طبعاً مع استاذ ميشيل ابي رامي على طول. شكرا لك استاذ جان، الله يخليك وبكره بنشوفك بنقل مباشر اذا على راد بنشره الاخبار والليله ناخذ رايكم ايضا على كل شيء. شكرا استاذ جان همام رئيس اللجنه الاولمبيه اللبنانيه اللي كان عم بيواكبنا بهذه التغطيه اليوم من مدينه طرابلس عديدة من منطقه المينا. حنا زيلا رح بيعطي شاره الانطلاق بالمجموعه الثالثه من المباراه اللي عم تجمع فائزا البوشريه مع المينا. مصطفى جراد ايضا الحكم المساعد عم بيساعده. اثنين صفر، شو رايك جورج؟ يعني مبين فريق الزهره حاضر اكثر نجيب من فريق البوشريه، واضح من خلال النتيجه. صحيح شفنا عوده لفريق البوشريه بمنتصف المجموعه الثانيه، بس بعده بتحس الزهره حاضر اكثر بهالمباراه، وهو اكيد مرشح يفوز بختامها، بس ليفوز 3-0 يمكن لا. فريق البوشريه فرجينا مجموعه ثالثه حلوه. على كل حال اول نقطه بهالمجموعه لصالح الزهره بعد ارسال بالشبك، وهون خوسي كاراسكو كمان 1-1. اذا الزهره عم بيلعب على ارضه بشكل ممتاز اليوم، ومثل ما كنا عم نسمع من استاذ جان الموسم واعد ببطوله لبنان بالفوليبول. كم نادي تقريبا برايك انت راح بينافس؟ يعني كنا شفنا شويه مشاكل مع الانوار، ولكن يبدو انه الانوار راح يرجع يلعب اليوم، ويبدو انه
ثنائية ساحل المتن الشمالي يعني بين الأنوار والبوشرية رح تنكسر هالموسم مثل ما انكسرت السنة الماضية، ونشوف فرق جديدة إن كان تنورين إن كان فريق زهرة المينا وغير فرق عم بيساعدوا تيعملوا موسم جيد. نجيب المنافسة كتير حلوة على اللقب رح تكون مثل ما واضح بالموسم القادم، وكل رؤساء الأندية اللي قابلناهم لهلا إن كان رئيس نادي البوشرية، رئيس نادي الأنوار سيد جورج نصور بنوجه له تحية، وحتى رئيس نادي تنورين كلهم سوا كانوا عم بيقولوا ناطرين بطولة نارية بهالموسم. وهون أستاذ ميشيل أبي رميا عم بيعيد كل اللبنانية من خلال رسالة عم يبعث لي إياها، ما قدروا يكون معنا اليوم بطرابلس، عم بيعيد الجميع وعم بيأكد إنه راح بيكون موجود مع الإم تي في ومع سيد جورج همام ومع الاتحاد اللي حب لقلبه اتحاد الفوليبول الموسم المقبل. واكيد مثل ما عم نحكي ناطرين بطوله ناريه. هون عم نشوف البوشري عم بيتقدم لاول مره بهالمباراه بمواجهه فريق الزهره. لؤي الشريف ونقطه لصالح الزهره. 3-3. ارسال مع رامي عيسى. فيها حظ، مش لأول مرة عم نشوفها، شفنا هيك كرة بالمجموعة الأولى أيضا. 4-3 هي النتيجة، والجمهور ما عم يتوقف عن أداء التحية لمساعدة ومساندة فريقه. بداية هلا حذرة بهالمجموعة الثالثة بين الفريقين. هون لعب وينسون بيريرا. وكمان عملية الإرسال ما عم بتكون ناجحة اليوم بالفريقين يعني. 5-4. أشوف باريتو هالمرة. باريتو كمان برافو لنادر، بس البوشرية هون دفاع ممتاز وبالفعل كمان عم بيساعدوا لهجمة حلوة وعملوها بشكل أيضا ممتاز. وعيو البوشرية هيك شايف أصلا، وعيو من نهاية المجموعة الثانية عندهم تشكيلة جيدة، بس أخذت وقتها إذا بدك تتركب مع بعضها بمباراة، بس اللي عم نشوفه هون يعني إرسالين ورا بعضهم بأول 5 دقائق، قول لي نقطتين سريعين عم بيكونوا لزهرة على الارسال. هيدي المشكله الكبيره يلي عم بتواجهنا كفرق وكمنتخب يلي دفعنا حقها بمنتخب لبنان يلي شارك ببطوله الامم الاسيويه، كان مينيموم لازم نعمل مركز خامس، ولكن اخطاء مثل هيدي اللي عم نشوفها من الفرق ادت الى سقوط كبير للمركز الثامن. محمد الحاج هون طابة حلوه. حلوه، برافو كمان برافو، ما عم يتهدى، برافو حلوه هون لبيريرا وينسون، يعني من الاخير صار لازم يعطوا الطابه له، حمي عم بيلعب بشكل ممتاز، بعتقد هلا قسم كبير من الطابات رح تقطع فيه. كمان نقطة للشبيبة. كبسة حلوة كثير هون كنا عم نشوفها لوينسون. عم بفرجينا لمحاته بهالمجموعة الثالثة. تعبوا الزهرة، عم بحس انه الكبسة عندهم ما عاد فيها القوة اللي كنا عم نشوفها بالبداية. وتكنيكال تايم اوت على 8-6.
وهون البلوك ثلاثة بيقدر يقطعهم اللاعب البوشرية ويوصل لأول مرة بهالمباراة لوقت مسقطة. البوشرية على الإرسال والكبسة عم بتكون طرابلسية. برافو، اللعب مفتوح ودفاع مستميت من الطرفين. حلوة كثير. جورج عم نكون نحن وياك قبل ما نتابع المباراة بحديث مع أستاذ أسعد النخل عن الفوليبول وعن الباسكتبول أيضا، خبرنا شوي الأجواء. أستاذ أسعد، يعني دائما عم تواكب المباريات وصولا إلى طرابلس اليوم، هالمباراة الحلوة عم نشوفها بانطلاق الموسم بالفوليبول، كيف بتشوف هالانطلاقة الشبه رسمية؟ انطلاقة كثير مهمة كثير، أنا بهني هالجمهور الشمالي اللي واكب الفريق كمان الشمالي وفريق الثاني البوشرية، وبتمنى تكون بداية حلوة للعبة الفولي بول. اليوم نحن على أبواب انتخابات كرة السلة بعد ساعات قليلة، كيف شايف الأجواء؟ فايتين على معركة؟ والله هيك الحقيقة، نحن كنا حابين يكون في توافق، بس الحقيقة شايف بدي يعملوا معركة، إن شاء الله تكون ديمقراطية وتضمن اتحاد كرة السلة. بتشوف بكرة انتخابات سليمة من دون مشاكل؟ ان شاء الله اكيد بدها تكون هيك، ان شاء الله ديمقراطيه، واللي عنده شانس حلو ان شاء الله يربح. ثانك يو حبيب القلب. وقت مساقطة بالطبع لفريق الزهرة يلي عم شوف حاله متأخر، يلي تراجع كثير أدائه بآخر ربع ساعة لعب، بآخر خمس دقائق من المجموعة الثانية وأول عشر دقائق بالمجموعة الثانية عم بيكون أدائه شوي مختلف على أرض الملعب، ما عم بيكون جاهز. وهون قسم من الجمهور يلي عم بيتابع المباراة. جورج عم ننتقل رح نكون بكلمة نجيب مع مدير الاتحاد لناخذ رأيه حول المباراة وخاصة اليوم من طرابلس، كيف شايفنا اليوم الأجواء؟ عرس الكرة الطائرة لموسم 13-14 ابتدى من المينا، من طرابلس المينا، خاصة إنه أنت من هون، يعني مثل ما عرفنا طبيعي أنا من هون، وحتى سجلي هون كل شيء هون، فالعرس ابتدى من هون مثل ما انك شايف. الاجواء كثير حلوه وكثير عظيمه، الفنيات كثير عاليه خصوصا عند نادي الزهره. البوشري طبعا ما اكتمل صفوفه بعد، بعتقد انه بخلال هالايام الجايه بده يكتمل صفوفه كمان. المنافسه بدها تكون على اشد هذا الموسم، كل الفرق مستعده ونشكر الله مثل ما انك شايف. الفولي بول والكره الطائره بتمثل شريحه كبيره من الناس وكل الناس مبسوطين فيها. وانت اكثر واحد مبسوط، انت اكثر واحد مبسوط بنعرف، لانه الافتتاح الشبه رسمي من طرابلس ومن المينا. أكيد شكرا استاذ امين، الله يخليك. بنتقل هلا لامين عام الاتحاد استاذ وليد اصوف بكلمه صغيره كمان. اليوم كمان انت حاضر لهالمباراه، وكيف شايف فريقكم فريق البوشريه؟ يعني ما عم تشوفه بعد بصورة كتير ممتازة بأول 10 سيتس، بس هلا عم تفرجينا صورة أفضل. إيه أكيد، اليوم الملعب مش ملعبهم، في هوم كورت أدفانتج، وطبعا نادي الزهرة نادي صار له عم يتمرن، ما وقف تمرين من البطولة الماضية، والأجانب يلي معه كمان على يعني على مستوى عالي جدا، والحلو إنه الجمهور
يعني الملعب مليان وهذا مليان وهذا ببشر انه بداية رح تكون انطلاقة كرة طائرة انطلاقة كثير قوية السنة الله راد. شو بتقول اليوم لجمهور الفوليبول؟ يعني البطولة قربت بعد ايام قليلة. مظبوط البطولة باربعة واحد رح تبلش، بدعي جميع الجماهير الكرة الطائرة يتواجدوا بكثافة على جميع الملاعب بلبنان. واليوم هذا جمهور نادي الزهرة جمهور كثير كبير وبدي لهم مبروك على القاعة، قاعة الحلوة، ولبنان بحاجة لقاعات مثل هالقاعات لأنه يعني جمهور مثل ما شفنا اليوم جمهور كثير رائع جدا. ثانك يو. ميرسي لك. ولعب ممتاز من البوشرية بهاللحظات 14-9، المجموعة الثانية عم تقترب انه تنتهي بسرعة لمصلحة البوشرية يلي عم يخوض مباراة بدايتها كانت صعبة عليه، ولكن هون عم نشوف فريق ايضا عنده قدرات عالية جدا رغم انه مثل ما كنا من البداية عم نقول عم يلعب بلاعب اجنبي واحد. كمان هون نقطة جديدة و بيلعب بيعملوا فريق البوشرية عن جد كتير مهم من 2-0 داون رجع وعي بختام المجموعة الثانية ومستمر بهالأداء الحلو. رد هون برد اللاعب الفنزويلي باريتو، جوناثان باريتو اللاعب رقم 3 بصفوف فريق الزهرة. إدارة نادي الزهرة عم بتكون موجودة وقسم أيضا من إدارة نادي الشبيب البوشرية وقسم جمهور البوشرية أيضا إجا يحضر هالمباراة بمنطقة المينا. أوه هون بلوك حلو، لعبة حلوة من الزهرة يلي عم بجرب يرجع يوقع بهالمجموعة الثالثة. طابة خارج الملعب البلوك و 16-11 كمان تكنيكال تايم اوت على النقطة 16، لكن هالمرة مرة جديدة بتقدم فريق البوشرية للمرة الثانية على طويلة بهالمجموعة. لعبة حلوة من الطرفين، البوشرية هون عم بيجي يفرجينا أداء وصيف بطل العرب للأندية لعام 2013-2014. رح نشوف الزهرة مثل ما كان عم بقول أستاذ جان ومثل ما كان عم بقول أستاذ ياسر من قبل وقبلا الوزير، الفريق رح بيكون جاهز للمشاركة بهالبطولة ويمثل لبنان بالحدث الأكبر للأندية بعام 2014 بتونس. عنا أيضا بطولة الدول العربية بدبي وعندنا ايضا كاس النخبه الاسيويه بكازاخستان. الزهره عم يبحث عن طريقه تيربح وعم بحاول، يعني فارق 4 نقاط منه فارق كبير. هون باريتو بيخلصها مش لوقت كثير هون لوقت، بعدها الطابة نقطة جديدة لفريق الشبيب البوشرية مع روني داو. ١٧-12 نتيجة وكمان استقبال عاطل للوقي الشريف وهون على السريع فاز لمصلحة البوشرية اللي عم يقترب من نهاية المجموعة الثانية الثالثة لمصلحته. هذا اللي مبين لهلا. كمان 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 يعني سوء تركيز كبير هلا لفريق الزهرة. يعني ما بعرف كيف بينطفي الفريق بدقيقة بيرجع بيولع. فينا نقول زاد شيء عن البوشرية اللي بلش بطريقة عاطلة ولعب بلحظات، ونفس الشيء بالعكس بس عم بصير مع فريق الزهرة يلي بلش كثير منيح وبلحظة واحدة انقلب كل شيء بهالفريق. تايم اوت بوقته اكيد لكوتش سيمو عطلة، يعني عم بيحاول اخر محاوله بهالمجموعه الثالثه لاعاده فريقه الى السكه الصحيحه.
بعد العملية صارت شوي صعبة، فارق 7 نقاط وعم نشارف على ختام هالمجموعة الثالثة. روني ارسل بالشبك، يعني هدايا من الطرفين بمناسبة العيد. اخطاء بالجملة، حلوة الكبسة، حلوة ورد احلى باريتو كمان، برافو كمان روني دفاع حلو، برافو بعود ارساله، وكمان نقطة حلوة كتير لوينسن، برافو للبوشرية. محمد الحاج غير اداء البوشرية بهالمباراة بهالمجموعة الثالثة. حلو كتير من ارتور، تسقيطها فوق حائط الصد. عم نشوف هون عملية تبديل سريعة دائما بين محمد الحاج وموسى مارون لاعب الليبرو بالبوشرية اللي بيدخل دائما لعملية الاستقبال. كمان شوية عرق أرض الملعب، أرتور عم بيقوم بالمهمة. ادم غريب غريب اللي عم بيصير مع فريق الزهره بهالمجموعه الثالثه، بس هيدا كله لحسن حظ محبي شبيبه البوشريه يلي عم يربحوا وعم يلعبوا بشكل ممتاز. يلا يا شباب الجمهور عم بيساعدكم فلازم تلعبوا بشكل افضل. كبسه عم يقول هون الحكم هلا ازاي يلعب من خارج خط الشبك اللي مبين، وبالتالي نقطة جديدة للبوشرية. عم بيحاول هون يعني باريتو يخلي فريقه بأجواء هالمجموعة 15-22. كاراسكو هالمرة على الارسال لاعب رقم 9 الفنزويلا ايضا بفريق الزهرة. بخلص هون كاراسكو وكبسة بيريتو ناجحة، بلوك اوت بفارق سنتيمترات قليلة فقط كان هالبلوك خارج الملعب لفريق البوشريه 16-22. كاراسكو كمان، اوه نقاط سهله عم يخسرها البوشريه بهالوقت، بدها تايم اوت اكيد من المدرب وليد ابرسي. جورج صار معنا لائحه بيير كاخيا يلي فيها ايضا فارس مدور، محمد تمام، هشام الجارودي، نادر نسيم بسمه، محمد سليم، بكر ابو بكر، ميشيل جورج بيروتي، جان مامو، دومت الخوري كلاب، داني سمير الحكيم، رامو يوسف زغيب، محمد نزار، محي الدين رواس، ارو دنيان، بدروس كونتشان، ميشيل يوسف الخوري، واسمين رامي علي فواز، ما بعرف بعد الاسماء اذا مضبوطه كلها سوا عم تكون موجوده معنا. يعني اليوم بكره رح بيكون، بس قلل كثير من اهميه مش قلل يعني، ولكن قال بعد بكره بيكون نهار جديد، وان شاء الله مثل ما انا عم بقول لك ان شاء الله تخلص على خير وما يكون في اي دعاوى قضائيه ارتدادات لهذه المعركه مثل ما عم نشوف صار لنا فتره بنادي الحكمه. هون عم نشوف البوشريه نقطه لالهم جديده، او بالاحرى فريق الشبيب البوشريه 23 الزهره 17. دعس على هون، ها هي هذه هي النقطه
يلي كمان عم تنعطى لفريق الزهرة وعم بيقلص الفارق فيها لخمس نقاط. كمان غريب اللي عم بيصير. لا بس ساعدهم بعده واضح للبوشرية يعني. أو. 24-19 النقطة الأخيرة بالمجموعة ربما، والبوشرية عم بيتقدم على فريق الزهرة. اللعبة واضحة لمصلحة الزهرة كانت بالبداية وهلأ لمصلحة الشبيبة البوشرية. والإرسال كمان. شو رأيك بالإرسالات؟ كثير شفنا اليوم إرسالات خارج الملعب وبالشبك من الفريقين يعني. بعتقد لازم يكون عندنا مثل ما في مدرب لحراس المرمى، لازم يكون عندنا أقله واحد أو مدرب إرسالات. مدرب إرسالات. حتى إرسال الزهرة ما عم يكون عنده هالقوة، وبالطبع توصل أطابة للاعب بيريرا ما راح يعوفها أبدا. 25-20 البوشية بيربح المجموعة الثالثة. نحن رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم ربما لدقائق فقط قبل ما نتوقف، لأنه للضرورة أحكام. نحن بموسم أعياد وعندنا بالطبع أكثر من برنامج خاص للأعياد بهالفترة الخاصة من السنة. رجعنا معكم مع بداية المجموعة الرابعة والمميزة من هالمباراة اللي عم تجمع الزهرة مع البوشرية. الزهرة ربح أول مجموعتين، البوشرية ربح المجموعة الثالثة. هلا عم نشوف بداية المجموعة الرابعة لمصلحة فريق الشبيب البوشرية اللي عم يربح النقطة الأولى. قبل ما انتهي رح نكون بحديث مع ممثلي عن الناديين، بداية مع الفريق الضيف فريق الشبيب البوشرية مع الرئيس سيزار باخوس. نعم نجيب، رح نكون مع سيزار باخوس، أستاذ سيزار رئيس البوشرية وصيف بطل العرب، واللي السنة الماضية بالفاينل فور ما قدر يوصل للفينال. السنة شو الناطر محبي فريق البوشرية؟ يعني بإذن الله السنة لازم يكون بالفاينل فور ولازم يكون على الفينال، لأن احنا بعد ما بينا شيء وبعد ما لعبنا شيء اليوم، بعدنا ناطرين لعبنا القديم الصبي اللي بتعرفوه اسم صبي الهنغاري تيجي جماعة تيجي. والموسم بفتكر كثير قوي، لأن كل المدوش اللي عم نعملها لهلا تمرينية، كل الفرق على المنخار، موسم قاسي، بس البوشرية بيرجع بطل لأن مش معوضين ما نكون أبطال. بتشوف عودة لفريق البوشرية بالمباراة اليوم مع الزهرة؟ ايه طبيعي مش مشكلة يعني. اليوم فيها عودة، فيها كامباك للمعادلة والفوز؟ بلش هلا ثالث طابة بهالبارتي. خير وطلق لكم. ميرسي. الأكيد جورج إنه بيريرا ما عم بيتوقف أبدا، اللاعب البرازيلي يلي عم بيلعب بشكل ممتاز. الزهرة ما عم بيقدر يلاقي له حل بهالمباراة. 1-3 أو 3-1 بالأحرى النتيجة. وهون كبسة فنزويلية خارج الملعب. أربعة واحد، البوشرية عم بيلعب بشكل فعلا ممتاز من بعد ما وقف الطلعة المعنوية القوية جدا لفريق الزهرة. وقبل ما نرجع نتابع ايضا رح نتوقف مع كلمه مع الحاج ماهر من ابرز القيادات الفاعله اليوم بفريق الزهره. حاج ماهر، انت امين سر نادي الزهره. نعم. واليوم يعني صوره حلوه كثير عم نشوفها لا مدينه طرابلس بشكل عام ولا فريق الزهره بشكل خاص، كيف شايف اليوم الاجواء؟ اول شيء اليوم افتتاح الانشطه الرياضيه بالقاعه بالميناء، وهالقاعة فعلا نحن هيدي عرس مدينة طرابلس، بنرجع الصورة الحضارية الرياضية لهالمدينة. نادي الزهرة اليوم عم يحب يكون مستضيف لنادي البوشرية اللي نحن بنكمل له كل مودة واحترام، وهذا نادي عريق بتاريخ الفولي بول اللبناني.
بنتمنى نحن ان شاء الله التوفيق للفريقين، وان شاء الله نحن بهالقاعه حتكون مسيره مهمه جدا بالدوري اللبناني للفوليبول هالسنه. وان شاء الله اهلا وسهلا فيكم انتم كام تي في، وبالعكس نحن اليوم نتشرف بوجودكم هون معنا، وفرحتنا فرحتين بوجودكم. ناويين على اللقب السنه ان شاء الله؟ طبعا كل شغلنا نحن هو كرمال نوصل نحن على الفينال، وان شاء الله كمان التارجت تبعنا طبعا البطوله، وعندنا استحقاق كثير كبير تمثيل لبنان بالدوله العربيه بتونس ان شاء الله بشباط. نحن ان شاء الله حنكون حاضرين ولنورجي احلى صوره حضاريه للبنان ولمدينه طرابلس. شكرا شكرا لك. تسلم جورج، الله يخليك وفاء. البوشرية 7 الزهرة 2، بداية أكثر من منيحة من فريق ساحل المتن الشمالي. ثلاثة سبعة. البوشرية عم بأكد انه الرقم الصعب هذه السنة ببطولة لبنان، بالوقت يعني عم بفرجينا فريق زهرة قدرات كبيرة ولكن عنده ضعف معنوي بده يشتغل عليه شوي. سيمو عطالله او كبسة نادر خارج الملعب، نقطتين ورا بعض لزهرة، 4-7 النتيجة. باريتو ارسال ساحق، 3 نقاط ورا بعض. الزهرة عم بيقلص الفريق، والشبيبي بعده عم ينتظر نقطة تتقدم على الوقت المستقطع الفني. جوناثان حلو، وهون هذا اللي كان بده اياه البوشرية. الثالث تكنيكال تايم اوت على الطويله، عم بيكون في متقدم نادي البوشرية 8-5. بنذكر المباراه كانت قويه بدايتها لصالح الزهره، قدم 1-0 و2-0، لكن فريق البوشرية من منتصف المجموعه الثانيه لهلا عم بفرجينا صوره مغيره تماما. فاز بالمجموعة الثالثة قلص الفارق، وهلا بالمجموعة الرابعة متقدم 8-5 وبطريقه ليش لا لمعادلة الأرقام وفرض مجموعة خامسة وفاصلة. بنذكر المجموعة الخامسة بتكون دائما لل 15 ومش لل 25 مثل بقية المجموعات. عودة الفريقين على أرض الملعب، والإرسال لصالح البوشرية. شو جورج مين بيربح؟ والله سؤال صعب صار، لانه البوشرية عم بيعمل الكامباك الكثير كثير حلوه. هون احتجاج من البوشرية وموليير، لانه حنا زايلع بوقف الاحتجاج وبيعطي الطابه دغري لفريق الزهرة. 6-8 ذكية من بردان. موليير منه راضي عن قرار حنا زايلع على الأخير. أرتور حلو من أرتور الزايد، و7-9 ارسال لآدم خوري. بس حمل لاعب البرازيلي بفريق البوشرية ما عاد ابدا فعلا. وبالطبع هيدا اسم كثير كبير بمنتخب لبنان، بدك تعرف تشتغل عليه، يعني بدك تعرف تعطيه الباس ما بيتوقف اللاعب. وبعد عملية الارسالات الخاطئة متكررة بهالمباراة كان اخرها لمحمد الحاج 8-10.
كمان نفس الخطة بس هالمرة ما بتزبط 100%. طابة غريبة كثير كثير غريبة الطابة بين الفريقين. 9-10 حمية المباراة. برافو. طابة بتتخلص كيف ما كان من الزهرة والبوشرية بكبسة رائعة داخل الملعب. هون ما بعرف يعني الطابة داخل الملعب للبوشرية فعلا كبسة حلوة كتير. هون عم تشوفها بالإعادة لويتسن عن زيحة برومتر. ما معقول شو حلوة. رح نكون إلى جانبه لهاللاعب المميز مع فريق البوشرية طوال هالموسم. عندنا كذا لاعب كذا اسم كبير رح بيكونوا موجودين هالموسم ببطولة لبنان. الزهرة فاز 9 البوشرية 11. كنا بانتظار 10-10 ولكن هون بيرجع الفرق نقطتين لمصلحة فريق البوشرية. وأرتور هون عم بيخلي فريقه بأجواء هالمجموعة. أرتور ازيك بعملية الإرسال كمان. جاد نصر عم بيحاول كان بكبسة برد كمان نادر فيها لمس للكرة. 12-10 فيها لمس للكرة على المنخار. الطابات عم بصيروا بهاللحظات بس هون نقطتين كتير مهمين. يعني إذا قدر البوشرية ياخد الفرق بيكون عم بيعمل البريك. نقطة للزهرة. رامي 11-12 نقطة تعادل أم الفريق نقطتين؟ أو ما معقول كبساته لوينسون. ما معقول عن جد كثير بلس بآخر الملعب بالتوب كورنر مع إنه عم بيكون في بريك عليه بس ما عم بلوك عليه ما عم تزبط. طابة ممتازة عم تكون ما فيها قوة كثير بس كثير محكمة على أرض الملعب. كمان عم تشوفها هون بنفس المكان. لاحظوا كيف بيطلع ولاحظوا وين بحط الطابة. وأصعب مكان يعني ما حدا ممكن صح يطلع لبرا يغطيها للطابة. طوله بيساعده هون بلوك من البوشرية. بلوك من محمد الحاج ووينسون. 15-11 هون النقاط يلي كنا عم نحكي عنهم يلي بدهم يعملوا الفارق. كبسة ناجحة هون لباريتو. جوناثان باريتو. بس الزهرة عم يرفض انه يستسلم. عم نشوف نقص شوي بالشباب اللعيبه هن اللي عم بيقوموا بعمليه التنظيف على ارض الملعب وتظبيط المكان استعدادا للعوده مع ارسال مميز اللاعب الفنزويلي بفريق الزهرة. بترد الطابه واللاعب البرازيلي بيكبس بشكل ممتاز. ما حدا عم بيقدر يهدي. الفارق صار مرتاح نفسيا اقله لفريق الشبيب البوشرية. وهون الشباب شباب الزهره
بطابة ممتازة بقلصوا الفارق 13-15. حلوة للطرفين بالنهاية بتكون أحلى من الزايك يلي بيربح نقطة والفارق نقطة وحدة. عم نرجع نشوف أزهر عم يرجع عم يرفض إنه تخلص المواجهة أقله بهالمجموعة الرابعة على مصلحة البوشرية. لؤي شريف وإرسال جيد. ما حدا بيقدر يهديه لباريرا 16-14 بريك جديد نقطتين فارق. وجورج لك الميكرو معنا هلا استاذ ميشيل فلاح نائب رئيس دكتور ميشيل فلاح اوكي نائب رئيس نادي الزهره مينا طرابلس اللي عم يستضيف اليوم هالمباراه الحلوه مع فريق البوشريه. كيف شايف اول شيء اجواء المباراه خاصه بعد العوده القويه للبوشريه هلا؟ يعني اكيد جو مثل منك شايف جو رائع يعني. كل اولاد المينا موجودين حتى من طرابلس موجودين عم يشاركوا بافتتاح القاعة يلي كلنا صرنا سنين بننتظرها يعني من السبعينات لهلأ تنفذت. فنحن هيدا الجمهور بنهدي له الاتحاد لأنه لعبة الفولي بول ماتت شوي هلا عم ترجع تحييها بوجود الأستاذ جون همام يعني. فمثل ما أنك شايف نحن كثير حابين إنه هالجمهور يضلوا يتابع مباريات الدوري يلي ببلش بأربع كانون الثاني أول لعبة عندنا هون على أرض الملعب. اليوم قاعة جديدة وأكيد يعني حلو اللعب عليها أكيد. كيف شايف اليوم فريقكم؟ هل بتشوفوا بطل لبنان بنهاية الموسم راضي عن تشكيلة الفريق؟ يعني نحن بنتمنى إنه نوصل للفينال. نحن وصيف هلا نتمنى إنه نكون أهلا نتمنى إنه نكون بطل. تشكيلة الفريق حلوة كثير أكيد في بعض الثغرات عم يشتغلوا عليها قبل ما يوصلوا على الدوري. كل التوفيق لكم. ميرسي كثير لكم. نقطة بنقطة جورج 17-15 او 15-17 النتيجة لمصلحة الزهرة بمواجهة البوشرية. بدنا نطلب من صديقنا حنا حيدر يظبط النتيجة 15-17 الزهرة الارسال معهم. مباراة حلوة كثير ما كنا متوقعين تكون هالقد قوية بعد البداية الصاروخية لفريق الزهرة. يعني هالشي بيقعد بمواجهة قوية بيناتهم. طيب خارج الملعب 18-15 جورج. يمكن في مجموعة خامسة شكلها هيك. هذا الظاهر اللاعب وينسون غير المعادلات على أرض الملعب. أرتور وفيري عم يطلص مرة جديدة لنقطة واحدة وبعده مثل مع اللاعب الفنزويلي خوسي كاراسكو. اللاعب رقم 9 هون كمان استقبال عاطل من نادر فارس. بعادل الارقام هون جوناثان باريتو وتايم اوت لفريق الشبيبه البوشريه اللي كان متقدم بفارق مريح بهالمجموعه. نادي الزهرة هو اللي بيعمل الكامباك هالمرة. هلا كل نقطة مهمة بهالمجموعة بعد في 7 نقاط لكل فريق. جاهز تطول تخلص المجموعة بس.
والجمهور بالعام بده سهرة. اوه حلوة بس بارير حلو. كلمة تانية ما معقولة وينسون بس هو يكون عم بيقوم بعملية الكبس ما حدا عم يقدر يهديه. فادي بردان هون وينكم من باريتو 19-19 العملية نقطة بنقطة بتصور راح تكون. اوه حلو هالمرة هون دفاع ممتاز لفريق سهرة وآخر كمان للبوشرية. تنشوف الكبسة وترد بعدها 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 ما معقول هالمرة بيدخل الكوتش سيمو عطلة كده ليخلي الطابة لعبة حلوة من الطرفين بالفعل ولكن وينسون عم بي عم بي عم بيزعزع بشكل مخيف دفاعات فريق الزهرة. 20-19 كمان مرة تعادل. عم نشوف التركيز من ليلة باريتو من ناحية الزهرة ومن ناحية وينسون يعني من ناحية البشرية. المواجهة بيناتهم عم بتصير كل الكبسات عم تنعطى لاثنين تنشوف شو بده يصير. كمان نقطة للبشرية عبر وينسون بعد تاتش بلوك خارج الملعب. واحد وعشرين عشرين البوشرية عم بضل متقدم على خصمه. هلا تنشوف الهجمة دفاع ممتاز من نادر فارس الطابة اوت يعني نقطة لفريق الزهرة. بلوك اوت ناجح ونقطة للزهرة. دايما عبر اللاعب باريتو كل التركيز على اللاعب رقم ثلاثة. فيها شوية حظ. لؤي وادم بعيدوا التقدم لفريق الزهرة بفترة طويلة. بس بالطبع بوشرية هلا هو على الاستقبال وعنده امكانية كبسة رح نشوف مع مين رح بتكون مع وينسون بس تنرد الطابة. نفس الطريقة برد فيها بوشرية بس الطابة كانت مكشوفة هون عند الزهرة كانت معروفة تحضر البلوك عم بيروق الطابة سيمو عطلة وطابة مع اللاعب رقم خمسة بشبيبة البشرية. وينسون على الإرسال خطا غير مبرر ابدا من البوشريه وكبسه فعلا ممتازه من الزهره. ما بعرف اذا رح يدفع حقها فريق الشبيب البوشريه الكبسه ما بعرف ايضا اذا ريشار رح يرجع يفرجينا اياها. مباراه الان على الاخر بهالمجموعه الرابعه باخر لحظات المجموعه الرابعه. اوه 23 جميع هيدا اللاعب رح نتذكره كثير منيح هالموسم
وينسون باريرا شكلها ما راح تخلص على 25 هالمجموعة. شكلها أيضا يمكن ما نتابع المباراة كلها. ما بعرف إذا رح نقدر نمدد الوقت. أرتور سايك الزهر عم يربح. بلدو ماتش. 24 لكن عنده هلا فرصة، فرصة معادلة النقاط، وبالطبع كلنا بنعرف بس اللاعب البرازيلي عم بيكون خلف. ما بعرف إذا رح تلعب عليه الطابة. عم تلعب عليه. طابة كثير حساسة. أرتور خارج الملعب، خارج الملعب، ما معقول، ما معقول. تعادل. طابة هينة كثير بيربح فيها المباراة. كان واقف، كل الجمهور كان واقف، الجهاز الفني كان واقف بفريق الزهرة ناطر انه تكون الطابة داخل الملعب. وبترجع الامور تنقلب. بيرجع التقدم لفريق الشبيب البوشرية. ما معقول شو هالمباراة. محمد الحاج على الارسال. و ست بوينت هالمرة للبوشري. والامور عم تتجه لتعادل 2-2. على كل حال جورج ما رح نقدر نتابع سوا هالمجموعه الخامسه نظرا لضيق الوقت، مثل ما كنت عم بقول لك نحن بموسم عياد عنا تغطيه مباشره لاحداث مميزه بهالفتره، نحن النتيجه بناخذها الليل المساء بنشره الاخبار اذا الله راد، وبالطبع بنرجع بنعطيكم موعد بنشره اخبارنا الليلي، بكره رح نكون بنشرات اخباريه عاديه وتغطيه ايضا لانتخابات الباسكتبول، وكل موسم وانت بخير، بدايه جيده فعلا ممتازه لبطوله لبنان بالفوليبول مع هالمباراه الحماسيه جدا يلي عم نتابعها بمنطقه المينا بطرابلس. شكرا لك جورج، وشكرا ايضا لجميع المشاهدين ولمعالي الوزير فيصل كرامي يلي من خلاله قدرنا نوصل لهالانجاز الكبير، وشكرا ايضا لكل يلي كانوا موجودين معنا واستاذ جان همام يلي ايضا ساهم معنا بالتغطية الكبيرة بمتابعة له لكل الأحداث اللي عم تصير بعالم الرياضة مش بس بطرابلس إنما أيضا بكل المناطق اللبنانية. ومبروك لطرابلس هذه القاعة المميزة. شكرا، إلى اللقاء.